اي حد بيتفرج علينا دلوقتي وعايز يبتدي يعمل بودكاست، تمام، تنصحيه بايه؟ انصحه خلي عندك هدف معين، حاجه معينه عايز توصلها. ما ينفعش ان انت يبقى عايز تقدم حاجه وخلاص، او كل حاجه وخلاص، او كل حاجه وخلاص. صح. عمرك ما هتجمع كل المعلومات عن كل حاجه. يعني انا مثلا ماليش في الرياضه، ما ينفعش اعمل بودكاست رياضي، او مثلا حد معايا تاني يسندني يعمل حاجه رياضيه جنبي. لا، انا في وجهه نظري لازم حد فاهم كويس قوي في اللي هو بيعمله وفي التوبكس اللي عايز يناقشها، وهيطلع بايه من البودكاست ده. ما اي حد دلوقتي هيفتح من غير بودكاست ولا حاجه، هتفتح فيديو، هتصور، هتقول حاجه معلومه، الناس هتتابعك لو انت بتقول حاجه كويسه، حاجه مفيده. الناس بتتابع ساعات الحاجات اللي هي الفاني او اللي ملهاش فايده. مشكله على فكره، الكوميدي برضو محتوى مهم على فكره، طبعًا. وبيخلي الواحد موده حلو، بس في تفاهات بقى وفي حاجات اللي هي اصلا ملهاش اي ثلاثه لازمه، طبعا موجوده على السوشيال ميديا، واتكلمنا ده في حلقات كتيره جدا في ترندز هنا. بس على قد الكوميدي لسه محتوى مهم كمان. انت تختار بقى الناس هتشوفك ليه بالظبط. ما هو التافه بيتشاف، او المحتوى التافه زي ما بنقول بيتشاف، بس بيتشاف ليه؟ هيتشاف وخلاص، هيتنسي. انما المحتوى اللي انت فيه حاجه من جواك عايز توصلها هتتشاف، وهتفضل معلم عند الناس، انا اتشفت عشان كذا. بس ده ضروري جدا، ضروري. ويشتغل طبعا مع تيم، مع تيم حبه بنسبه، وهم حابين او شايفين نفس الفيجن، الحته اللي انت رايحها هم شايفينها. ما ينفعش ابدا تشتغل مع ناس مش فاهمه انت عايز ايه، مش محددين اولوياتكم، مش فاهمين، طب ها مش واثقين فيك، انت مش واثق في نفسك كفايه. لا، لازم توصل رسالتك لكل الناس عشان تتصدق طبعا، يعني الناس اذكى منها مفيش. هايدي، انت يعني نورتيني النهارده،